السلام عليكم. في المحاضرة الثانية حول إدارة الابتكار من جامعة الخليج العربي سوف نتحدث عن الابتكار الجذري وكيف نتنبأ بالابتكار ونستشرف المستقبل. عندما نتكلم عن التقنيات الحديثة، إذا كانت نتفليكس أو الإي بي أو الأمازون أو غيرها من التقنيات الحديثة، كيف نتنبأ بهذه التقنيات؟ هناك في ميل للاستشراف المستقبل، لابد أن نتحدث عن كيف أحل إشكاليات الحاضر. إذا بدأ أحل إشكالات الحاضر، هذا الكلام بنسميه حل المشكلات، problem solving. إذا بدأ أتحدث عن المستقبل واستشراف المستقبل وحل مشاكل المستقبل والتنبؤ فيها، هذا بسميه ابتكار، اللي هو innovation. لو تأملنا البعض المتغيرات في العالم، هناك عدة متغيرات في العالم ممكن أن تؤثر على تصورنا لعلم الاقتصاد والمجتمع والبيئة، من ضمنها نهاية عصر البلاستيك. الآن تحول الآن نحو الاقتصاد الأخضر، وبالتالي صار في وعي بيئي. هذا جزء من التحولات راح يغير في قضية رغبات الناس وطبيعة الاقتصاد وطبيعة المجتمع. الأمر الآخر العلاقة بقضية الروبوتكس. في العام الماضي تم بيع عدة ملايين روبوتكس في اليابان لكبار السن حتى يصير رفيقه ويسليه، وبالتالي الروبوتكس راح يكون لها دور كبير في المجتمع. الأمر الآخر قضية فرص العمل المستقبل، هي البيج ديتا أو التحليل المعلوماتي، داتا أناليتكس. في هناك تحولات نحو الطاقة المتجددة، النانو تكنولوجي والبايو تكنولوجي. كذلك في تحول نحو الألعاب، تطوير الألعاب الإلكترونية، التعليم عن بعد، فرص التعلم المفتوح الأوبن سورس، خاصة مع وجود في جيل جديد من القرن الماضي اللي بدأ يتفاعل مع هذه التقنيات. كذلك قضية الدايت والهيلث نيو جيم، قضية الفود أوتسايد، الأكل الطعام خارج البيت. الآن بدأ الناس يفكروا كيف في البداية كان الناس وجبة العشاء خارج البيت، ثم الغداء، ثم الإفطار، حتى أصبح خارج البيت نظرا لطبيعة تغير المجتمع الاقتصادي والاجتماعي. الآن لو سألنا السؤال التالي، كيف نحصل على الأفكار الكبيرة؟ من أين تأتي الأفكار الكبيرة؟ اليوريكا مومنت. البعض الأفكار تأتي وأنت تتحدث مع صديق في المطعم، وأنت في رحلة وتتنزه، تتحدث مع سائق التاكسي، تقرأ قصة طريفة، تتحدث مع رجل كبير، مع والدك، مع جدك، مع زوجتك، تتحدث مع الخيال، مع الطفل الذي يمتلك خيال واسع، تحاكي الطبيعة عندما تكون تزور في متحف أو في حديقة طبيعية، في منتجع، ترى قد تتبادر لك الأفكار، قد تكون من حضور أفلام الساينس فيكشن أو تعلم لغات أخرى خاصة زي اللغة العربية التي تمتلك مزيد عن 50,000 مترادف، وبالتالي في قدرة على إعمال الخيال. الآن سوف نتحدث عن ثلاث نقاط أساسية كيف نحصل على الأفكار الكبيرة، كيف نولد الأفكار الكبيرة. الفكرة الأولى، لابد أن تصبح ذكيا. كيف الإنسان تزيد من قدرتك على أن تربط الأشياء مع بعضها البعض؟ أول فكرة حتى تحصل على فكرة كبيرة، لابد أن تستطيع أن تربط الأفكار مع بعضها البعض. زي مثال نيوتن لما فكر بسقوط التفاحة، وعمليا لم تكن صدفة، كان يفكر بقوانين الفيزياء وكان يفكر بقوانين الطبيعة، وبالتالي حصل أنه استطاع يولد هاي الأفكار. وبالتالي كيف ترى الأشياء، هذا أمر مهم جدا، وكيف تربط بينها، كن ذكيا. الأمر الآخر، كيف تربط بين هذه الأشياء، بمعنى آخر كيف ترى الأشياء عندما تفكر بشكل سريع أو بطيء، وتربط هذه العلاقات لما ترى في هناك في حاجة لقضية معينة في المجتمع، في أزمة معينة بالاقتصاد أو في البيئة أو في المجتمع، فهناك ترى فرصة أنك تربط بين حاجة الناس وبين تقديم خدمة للطالب أو للمجتمع أو لكبار السن أو لفئة معينة من المجتمع. الأمر الآخر،
هو أن تستكشف رحلة الابتكار تماماً. لو طلبنا من كل واحد أن يكون هناك يقطع الربع الخالي على جمل، هذه الرحلة بحاجة إلى تحدي، وبالتالي فيها مغامرة وفيها مخاطرة. كيف ممكن تقطع الربع الخالي وإمكانيات متواضعة جداً؟ وبالتالي الابتكار أنك تقدم تحدي للطالب، للمدرس، لصاحب القرار، للسياسي، أنه كيف ممكن تحول الأفكار اللي صعبة قد تبدو في ظاهرها إلى أفكار قابلة للتحقيق. الآن الابتكار قد يكون كيف نفكر فيه من الداخل والخارج. الابتكار عملياً الفكرة الأساسية أنه هو عبارة عن توليد فكرة جديدة، لكن الأمر الآخر هناك لا يوجد خارطة طريق للابتكار. بمعنى آخر هو يعتمد على التجربة والخطأ، يعتمد على التجريب، يعتمد على كثير من المحاولات. الأمر الآخر لابد حتى تحقق الابتكار أن تتعلم من خلال العمل، learning by doing. كم أمر آخر أن تشكل فريق جيد. الفريق الجيد قد يكون يمتلك مهارات مختلفة، يفكر بشكل مختلف، تخصصات مختلفة، أعمار مختلفة، وبالتالي الفريق الجيد. أمر مهم جدا، لا تقاوم التغيير، حاول أن تتقبل التغيير وتأخذ بالتغيير حتى تستطيع أن تمتلك ناصية المستقبل. عمليا كثير من المؤسسات والشركات والجامعات والإداريين الناجحين عندما يوضع أجندة في اجتماعاته، بالإضافة للقضايا الأساسية الدورية الروتينية، يضيف بند جديد اللي هو الابتكار. يعني يسأل دائما جزء أساسي من أي اجتماع، يضيف بالأجندة بجدول أعمال، أعطيني قضايا ممكن نبتكرها في طرق التدريس، في طرق التفكير، في حل مشكلة المواصلات، تقنيات التعليم، البحث العلمي، الأجندة، وما إلى ذلك. في هناك نموذج بنسميه صندوق الرمل، اللي كان الأطفال يلعبوا فيه دائما. الأطفال اللي بتكلم بالبحر وبيلعبوا بالأطفال، عم بتكلم كيف أنت ممكن تعطي الناس حتى يبتكروا المساحة والوقت الكافي حتى يبتكروا، تماما كما يفعل الطفل بالليجو ويركب أشكال مختلفة، قد يركب سيارة أو بيت أو شارع. وبالتالي الخيارات التراكيب المختلفة لا نهائية. لابد كذلك أن تقبل الاختلافات بمؤسستك، بشركتك، تقبل الاختلاف الثقافي والاختلاف بالمعارف حتى تستطيع أن تبتكر، وأن تتيح الوقت الكافي للناس حتى يبتكروا. رح تجد كثير من الناس في هذا الصندوق الرملي، بعضهم يخاف من المخاطرة، مجرد يتبع آراء الناس، والبعض الآخر يخاطر. وبالتالي نجاح المؤسسة يكمن في ثلاث قضايا أساسية: أن تتيح الوقت الكافي والمكان الكافي للناس حتى يبتكروا، أن تحترم الاختلافات، وأن تشجع على أن المخاطرة والمغامرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.